بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف من خلاله عبر أبرز الصحف المحلية والعربية والعالمية، ونناقش أبرز ما جاء فيها من عناوين وأخبار وتحقيقات ومقالات صحفية. البداية كما هي العادة باستعراض لأبرز عناوين هذه الحلقة. بول لوغوين يوجه مجموعة وصايا للجنة الفنية باتحاد الكرة. أحمد المياسي يزيح الغموض عن مشاريع لجنة المنتخبات الوطنية. وحمد العزاني ينفي تلقيه اتصال لتدريب المنتخب الأول. ترقب لإشراقة شمس النصر في أوزبكستان اليوم. وصراع البرنابيو بين الريال والأتلتي، حرب الأخوة الأعداء. إذن كانت هذه أبرز عناوين هذه الحلقة، سنصحكم إن شاء الله خلال هذه الساعة مع مجموعة من الأخبار والعناوين. جد ترحيب بكم مشاهدين الكرام، ونبدأ حلقة اليوم من تصفحنا للعناوين المحلية، ونفتح جولتنا في الصحافة المحلية من أروقة الحكاية المعلقة بين اتحاد الكرة والمدرب بول لوغوين. الزمن تكشف تقديم المدرب الفرنسي لمجموعة من التوصيات للجنة الفنية، هدفه الارتقاء باحترافية اللاعب المحلي وتطوير كرة القدم العمانية من خلال رؤية فنية للمدرب الفرنسي. تفاصيل أكثر نقرأها لكم من الزمن. علم الزمن الرياضي أن المدرب الفرنسي بول لوغوين مدرب منتخبنا الوطني قد قدم عدة توصيات لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وذلك ضمن التقارير التي قدمها للاتحاد المتضمنة التقرير الفني عن المشاركة الآسيوية في نهائيات أستراليا، وكذلك بعض الأفكار التي تساعد الاتحاد في المرحلة المقبلة، من أبرزها الاعتماد على المدربين الوطنيين في الإشراف على المنتخبات سواء كان المنتخب الأول أو المنتخبات السنية. وهذه التوصيات من واقع تجربة المدرب في الفترة الماضية مع الكرة العمانية، وكذلك إشارة إلى تعامله مع اللاعبين المحليين ومدى حاجتهم إلى التعامل المباشر مع المدرب المحلي وتقارب الأفكار، وهو الجانب الإيجابي في الأمر، بينما الجانب السلبي هو ما عانى منه المدربون الذين تعاقبوا على المنتخب وأعلنوه صراحة، وهو عدم ارتقاء فكر اللاعب المحلي كرويا، وعدم محاولته تقمص دور اللاعب المحترف ومدى أهمية هذا الدور في الارتقاء بمستوى اللاعب فنيا وبدنيا، وحتى تأثيره المباشر في سلوكياته الخاصة. وقدم المدرب كما علم الزمن الرياضي بعض التوصيات عن المرحلة المقبلة ومستوى المنتخب بين أقرانه بدول مجلس التعاون، وكذلك مستوى المنتخب مقارنة بالمنتخبات الآسيوية والتي وصفها بالمنتخبات الصفوة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران، وضم إليها منتخبات الإمارات وقطر والسعودية التي اعتبرها الأفضل إقليميا وأنها تعمل بمنهجية واضحة. هذه التوصيات إيجابية جدا إذا ما وضعها الاتحاد نصب عينه، وهي جاءت من المدرب قبل أن يعرف مصيره المجهول والذي لا يزال معلقا إلى اليوم. إذن تابعنا التوصيات بالنسبة للمدرب منتخبنا الوطني الفرنسي بول لوغوين. أرحب في هذه اللحظات ضيفي والذي سيرافقني خلال هذه الحلقة، حمد الريامي الصحفي بجريدة عمان. أهلا بك حمد. حياك سيدي ربيك. حياك الله في هذه الحلقة. إذن تابعنا هذه التوصيات بالنسبة للمدرب بول لوغوين، بغض النظر عن المصير المجهول بالنسبة لهذا المدرب، قرار البقاء من عدمه، كيف ترى هذه التوصيات، وهل جاءت في توقيت مناسب خاصة أن المدرب استمر مع المنتخب لمدة 4 سنوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الكل تابع بول لوغوين خلال الفترة الماضية من تواجد المنتخب الوطني خلال 4 سنوات التي قضاها يعني، وأعتقد الاختيارات التي كانت يعني اختارها من مختلف الأندية قد يكون بالفعل منصف بعض الشيء، ولكن سبق أن تحدثنا وقلنا أكثر مرة دائما يعني
خلينا نقول قدره المنتخب، قدره المدرب، ويعني وامكانياته في تطوير الكره العمانيه تعتمد على كثير من الجوانب، وخاصه الجوانب النتائج التي دائما يطمح اليها الجميع، خاصه ان هناك مررنا اكثر من بطوله خرجنا فيها من الدور الاول، لم نصل الى المستوى المطلوب، لم نحقق فيها النتائج الايجابيه التي كنا نطمح اليها، كانت كلها عوامل اعتقد سلبيه، يعني لم تشفع له بان يكون المدرب اللي احنا كنا نطمح اليه بان يقود المنتخب خلال الماضيه، ولم نحقق ما كنا نطمح اليه بالفعل من نتائج سواء كان كاس الخليج، تصعيد كاس اسيا وكاس العالم. الان 4 سنوات يعني اعتقد كافيه بان يكون المدرب يعني استخلص الكثير من الدروس والعبر خلال تواجده مع المنتخب، واعتقد الوصايا التي كانت وضعها كانت مجديه بالفعل باعتباره تعايش مع هذا المنتخب وعرف قدرات اللاعبين، عرف امكانياتهم، وعرف ما تحتاجه المرحله القادمه. صحيح ان مصير مجهول، ولكن المصير المجهول حتى الان يعني لا نريد نتحدث فيه، هناك اكثر من حديث عن هذا الجانب. صحيح. لكن هو الشيء الجيد انه بالفعل يعني انا دائما احترم المدرب بولوغوين ك يعني جوانب فنيه مختلفه مع خبره جيده، قدرته على الاختيارات وغير ذلك، ولكن قد يكون لم تساعده الظروف، لم يساعده الحظ بان يقدم ما نحن نطمح اليه. اعتقد الوصايا التي وضعها للاتحاد الكره هي بالفعل يعني مجديه في تطوير المنتخب، في تطوير ايضا الاجهزه الفنيه المختلفه، ليس فقط اللاعبين ولكن حتى تحدث عن المدربين الوطنيين، اعطاهم مزيد من الصلاحيات. صحيح. ايضا المشاركه في مجموعه من البطولات على المستوى الاقليمي يعني خلينا نقول والقاري، ايضا خلينا نقول التعامل مع مدارس مختلفه، وما اريد يعني ان اقول ان المنتخب الوطني تعايش خلال الفتره الماضيه مع مدرسه فرنسيه ولم يتم يعني تصيغها بالطريقه اللي احنا نتمناها ولم يصل الى الطموحات، ولكن ايضا اصبحنا نحتاج الى مدرسه اخرى خاصه. صحيح. على المستوى يعني خلينا نقول على مدرسه امريكا اللاتينيه، سواء كان الارجنتين، سواء كان البرازيل، سواء كان حتى يعني المدرب الانجليزي المعروف بقوته وصلابته في هذا الجانب. انا من خلال قراءتي للمنتخب عفوا سعيد يعني وجدت ان المنتخب بحاجه الى مدرب له شخصيه قويه في المستقبل، يعني احنا بولوغوين بطيبته، باخلاقه، يعني تعايشه مع الجميع، باحترام مع الجميع المتبادل، لكن اصبح ايضا اللاعب يحتاج الى شخصيه قويه تفرض وجوده، ايضا تفرض قراراته، وايضا تفرض يعني خلينا نقول توجهات للاعب، احيانا يكون لها دور وعوامل ايجابيه كثيره جدا في هذا الجانب. اتمنى ان شاء الله ان تكون المرحله القادمه بالفعل مرحله مهمه ونحقق فيها ما نصبو اليه جميعا. جميل. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام الى خبر محلي اخر. احمد المياسي رئيس لجنه المنتخبات الوطنيه، وبعد حالة من الصمت لازمت اللجنة يخرج في حوار لصحيفة عمان بمجموعة من المفردات المهمة. عمان عنونت مختصرة للحوار تقول: المياسي يكشف الخطط والبرامج والبداية بإكمال فريق العمل، حيث تحدث أحمد المياسي عن اقتراب ظهور الشكل الأخير للجنة المنتخبات قريبا بكل هيئتها لتمارس نشاطها وتقدم جهدها بتجانس وشراكة حقيقية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية ودعم المنتخبات أو منتخبات الكرة لتنطلق بقوة في المشاركات القارية والإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة السلطنة ويتناسب مع ما تشهده من تطور كبير في كافة المجالات. وكشف عن أن كل الأمور ستكون واضحة في الأسبوع المقبل، بما فيها مصير المدير الفني للمنتخب الوطني الفرنسي بولوغوين وبرنامج إعداد المنتخبات المختلفة في مقدمتها المنتخب الأول الذي يقبل على تصفيات آسيا المزدوجة. بعد حادث تداولتها وسائل الإعلام المحلية على رغبة اتحاد الكرة تولي المدرب حمد العزاني مهمة تدريب المنتخب الأول، العزاني خرج ينفي وجود اتصال بينه وبين اتحاد الكرة. عمان عنونت على لسان العزاني تقول: لم أتلقى أي اتصال لتدريب المنتخب الأول، حيث أكد المدرب الوطني حمد العزاني أنه لم يتم الاتصال به لتدريب المنتخب الأول في المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم التي تنطلق في 11 من يونيو القادم، وقال بأنه لم يتم الاتصال به حتى هذه اللحظة. أن حمد حالة من الغموض مع منتخبنا الوطني بالنسبة للجنة المنتخبات من خطط الإعداد القادمة بالنسبة لهم. أمس احنا تكلمنا مع حمد المياسي حول خطط الإعداد، قال أنه ستكون بعد نهاية الدوري في شهر 5، ولكن أما تعتقد أنها تأخرت بعض الشيء حتى مصير المدرب نتابع ما بين فينا وأخرى
ظهور عديد من الأسماء التي يتم ترشيحها لتدريب المنتخب الأول. أستاذ سيد، أقوال كثيرة خلال الفترة الماضية عن المدرب بولوغوين ومصيره، وسواء كان بقاء أو رحيله مع المنتخب الوطني، ولكن أعتقد اتحاد الكرة يوم الأيام أفصح عن جانب مهم جدا، وحتى أعتقد تسربت بعض الأخبار الواردة من اتحاد الكرة على إبقاء المدرب في التصفيات الأولية التي ستنطلق يوم 11 يونيو المقبل، وخاصة بعد ما عرف الاتحاد الكرة مجموعتنا التي سنلعب فيها بجانب الإيران والهند والفريقين تركمانستان وأيضا أوغو. أعتقد أصبحت الصورة واضحة، أعتقد هي الفرصة الأخيرة ستكون لبولوغوين في يعني خلينا نقول التصفيات التمهيدية الأولى لوصول المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم. لا نريد يعني أن يأتي مدرب مثلا ويكون هناك في إخفاق، ومن ثم يعني يتم اللوم على أن الاتحاد الكرة يعني لم يكن موفق في اختيارات سواء كان الجهاز الفني. لا أقول يعني في حمد العزاني، العكس، حمد العزاني مدرب وطني ولديه طموح كبير، والكل يتمنى أن يكون المدرب وطني للمرحلة القادمة، ولكن أعتقد الفرصة لن تكون كافية سواء كان المدرب حمد العزاني أو غير حمد العزاني لقيادة المنتخب الوطني، باعتبار الآن متبقي أقل عن شهرين لانطلاقة هذه التصفيات. إذن بالفعل أنا الآن يعني أو الجميع يؤكد على أهمية المرحلة القادمة للمنتخب الوطني. لابد أن تكون هناك معسكرات داخلية خارجية، تكثيف الجاهزية الكبيرة جدا، الجوانب التكتيكية والفنية المختلفة. أعتقد أحمد المياسي هو خبير بهذا الموضوع، وأيضا متلازم مع المنتخبات الوطنية ومع اتحاد الكرة، وعارف ما تحتاجه الفترة القادمة. تحدث عن نقاط مهمة جدا في الحوار الصحفي الذي أجريناه معه والذي نشره اليوم في صحة جريدة عمان. إذن بالفعل كلها يعني هي طموحات، ولكن دائما نؤكد على أهمية العمل يعني المتواصل في هذا الجانب. إيجاد لجنة المنتخبات الوطنية، ما هو دورها للمرحلة القادمة؟ صحيح. هذا المفروض لا يكون الآن، هذا المفروض يكون متأسس من 10 سنوات أو 20 سنة ماضية. لابد أن تكون الصورة واضحة، خطط مدروسة للمستقبل. أنت تبني شيء للمستقبل، لا تبني شيء لمرحلة مهمة جدا مثلا تصفيات كأس العالم أو آسيا أو كأس الخليج ومن ثم كل شيء ينتهي. لا، أنت لابد أن تضع استراتيجية متكاملة لجميع المنتخبات الوطنية، بداية من المراحل السنية، من البراعة، من الناشئين، الشباب، الأولمبي، حتى المنتخب الأول، باعتبارك أنت يعني تحاول من فترة إلى فترة يعني تطور هذه المنتخبات وتوصلها على المستوى الإقليمي والعالمي. إذن بالفعل مهمة لجنة المنتخبات الوطنية مهمة كبيرة جدا، يجب أن يضخ فيها مجموعة من أصحاب الخبرات سواء من داخل السلطنة من خارج السلطنة، أن تضع استراتيجيات معتمدة يعني تعتمد لها مبالغ وأشياء كثيرة جدا. يعني قد يكون يخوني يعني التعبير عن هذا الجانب، هناك مختصين هم الأدرى بهذا الجانب. إذن يعني اللجنة بدأت في العمل وراح تبدأ إن شاء الله على بالفعل يعني مهمة لجنة المنتخبات الوطنية هي من ترسم الصورة الواضحة للمنتخبات الوطنية على أكمل وجه خلال الفترة القادمة. إذن بقاء يعني لوغوين أو رحيل أو غير ذلك حتى قد تكون تحدي هذه لجنة المنتخبات، باعتبار هي تقيم الوضع، تقيم المدرب، لا تقيم فقط لوغوين ولكن تقيم جميع المدربين خلال الفترة القادمة. إذن مهمة وطنية تنتظر هذه اللجنة، وأعتقد إذا موجت على يعني أرض الواقع سنرى بالفعل تطور كبير في المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة. جميل. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى منتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر، يعود للتجمع اليوم في رحلة الإعداد والاستعداد للصحقات القادمة. عمان تابعت معسكر الشباب في عنوان قالت فيه: منتخب الشباب يعود للتجمع اليوم، حيث يعود منتخب الشباب لكرة القدم إلى المعسكرات الداخلية القصيرة، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولات القادمة التي يتطلع فيها إلى تقديم الأفضل. المنتخب يتجمع اليوم في المعسكر الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت إشراف المدرب رشيد جابر ومساعده عبد العزيز الحبسي. مباراة مصيرية بانتظار نادي السيف في صراعه مع الجهراء الكويتي لخطف بطاقة العبور للدور القادم من البطولة الخليجية. الوطن تابع تحضيرات السيف للمواجهة المصيرية في عنوان قالت فيه: السيب يواجه الجهراء الكويتي بحسابات الفوز، حيث يحمل نادي السيب مساء اليوم أمال الجماهير العمانية بمواصلة رحلة البطولة الخليجية للأندية في نسختها 30، عندما يحل ضيفا على نادي الجهراء الكويتي ضمن مرحلة دور الربع النهائي على استاد مبارك العيار بنادي الجهراء. وتقام المباراة التي لا تقبل القسمة على 2 من جولة واحدة في ضيافة الجهراء الكويتي كونه متصدرا لمجموعته الرابعة، وهو يلتقي السيب الذي احتل المركز الثاني للمجموعة الثانية التي تصدرها الشباب الإماراتي وخرج منها العربي القطري. فالفائز في مباراة اليوم يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي.
ماذا قال مدرب السيب عماد الدين دحبور عن حظوظ فريقه في المواجهة، وكيف هي قراءته للفريق الخصم، وهل هناك تأثير لوضع السيب في البطولة المحلية على مواجهة الليلة؟ إجابات هذه الأسئلة نقرأها لكم من صحيفة عمان. قال السوري عماد الدين دحبورة مدرب الفريق الكروي الأول بنادي السيبة أن فريقه سيخوض مباراة اليوم أمام الجارة لأجل مواصلة طموحاته وطموحات جماهير السلطنة في البطولة الخليجية، ولن يتساهل في أدائه مهما كانت الظروف لتقديم أفضل المستويات. فنحن لم نأتي للكويت لتأدية الواجب فقط مقارنة بالظروف التي يمر بها الفريق في بطولة الدوري. وأكد دحبور أن مباراة اليوم تعد نهائيا بالنسبة لهم، ويبحث فيها الفريق عن التأهل لدور الأربعة، وسيسعى الفريق إلى التمسك بالأمل حتى آخر دقيقة في اللقاء، معترفا بالمناخ الفني المستقر للفريق المضيف نادي الجهرة، وهو فريق قوي ويقدم مستوى فنيا جيدا في الدوري الكويتي ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين. ومع ذلك لن يتمسك السيب بالأسلوب الدفاعي وإنما بالتنوع في الهجمات. وطمأن مدرب السيب أن التشكيلة مكتملة والثقة كبيرة في جميع اللاعبين، والأهم هو تجنب الأخطاء الفردية والاستفادة الكبيرة من هذه المشاركة وكسب الخبرة وعدم الاستسلام مهما كانت النتيجة. فالفريق السيباوي قادر على تخطي الجهرة حتى وإن كان على أرضه وأمام جماهيره. إذن حمل مواجهة مهمة اليوم للسيب في هذه البطولة، بغض النظر عن المستوى المحلي الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري، هناك مفاجأة عملها في بطولة الكاس بالفوز على صور، هل راح نشاهد أيضا السيب مختلف في هذه البطولة أمام جهرة الكويت الذي يحتل المركز الرابع في البطولة الكويتية؟ بالتأكيد سعيد، أعتقد نادي السيب الآن يحمل طموحات جماهير العمانية خاصة عندما وصل إلى هذه المرحلة، وهو ليس بغريب عن البطولة، خلينا نقول خاصة بعدما قدم فيها مستوى يعني جيد، وضع فيها الثقة الكاملة على قدرتها أيضا لتخطي الجهرة اليوم في مباراة اليوم والوصول لمباراة نصف النهائي. أعتقد فوزه على صور في الربع أيضا في المربع الذهبي للكأس سيعطيه أيضا يعني رغبة وحماس ودافع كبير جدا لتقديم المستوى الأفضل، وأعتقد نادي السيب بدأ يتطور في المرحلة الأخيرة بشكل جيد بغض النظر عن النتائج في الدور العام وهو يحتل المركز خلينا نقول الأخير، لكن عندما يصل السيب إلى هذا المستوى وخاصة يعلم علم اليقين بأن المهمة أصبحت في متناول يد قدرته على المواجهة وأيضا على تطبيق الخطط التي سيوضعها المدرب دحبور، أعتقد هي كلها لها عوامل إيجابية مهمة جدا. يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين الحمداني والمالكي ومجموعة من الأسماء التي برزت خلال الفترة الماضية والتي أكلت تواجدها حتى في المنتخبات الوطنية. إذا بالفعل يعني نادي السيب أعتقد لما ذهب قال المدرب لم يذهب للنساء وتكملة الواجب، بل العكس سيقاتل حتى الدقائق الأخيرة بغض النظر سيلعب خارج أرضه وبعيد عن جماهيره، لكن يحمل أيضا مهمة وطنية. أعتقد الدافع الكبير مع اللاعبين طموحاتهم وحماسهم لرغبة الانتصار أصبحت موجودة واضحة، نحن نحتاج إلى هدف فقط لتأكيد وصولنا لمباراة النصف النهائي، وإذا ما قدم السيب اليوم المستوى المطلوب منه من خلال الانسجام والتفاهم بين اللاعبين بإذن الله تعالى سنكون في النهائي وليس في نصف النهائي. جميل، إذن كل توفيق إن شاء الله لممثل الوطن في هذه البطولة نادي السيب والتأهل للدور نصفي النهائي. اقتراب عودة فرسان العاصمة نادي مسقط لدوري المحترفين جعل أروقة النادي الأحمر تعيش حالة من الطوارئ قبل مواجهة المفصلية غدا أمام صلالة. عمان تابعت الأوضاع في الفريق العاصمي فكتبت في عنوانها: مسقط ينتظر ليلة صعود الجماهير تعلن حالة طوارئ، حيث أعلن جماهير مسقط حالة طوارئ في الفريق الكروي استعدادا لمباراة الصعود أمام صلالة التي تقام غدا بملعب مسقط بالوادي الكبير ضمن منافسات دورية درجة الأولى. الجماهير قامت بوضع لوحات إعلانية وتحفيزية ومكافآت مغرية للاعبي الفريق الكروي في حالة الفوز على صلالة في المباراة التي تنتظر حضورا جماهيريا غفيرا يتوقع أن تكتظ بهم المدرجات التي أصبحت جاهزة لإنجاز لوحة من الولاء والمحبة والمشاعر للفريق الذي طال انتظاره ليتواجد في الموقع الذي يتناسب مع عراقته وتاريخه ومكانته بين أندية السلطنة وبكونه أحد رموز اللعبة في الكرة العمانية. لن ترقب كبير لهذه المواجهة مسقط وصلالة في انتظار مثل ما ذكر التاريخ العريق يعود إلى المكان الطبيعي لهذا الفريق.
بالتأكيد يعني الحسابات حتى الآن الموجودة ما بين الفريقين هم الأقرب للصعود إلى دوري عمانة المحترفين الموسم القادم، باعتبار صالح الآن يحتل قمة الترتيب بمجموع 45 نقطة، مسقط في المركز الثاني 43 نقطة، من بعدهم يأتي الرستاق ب 39 نقطة، ومن ثم نزوة 37 نقطة. إذا كلها أصبحت المنافسة موجودة، لكن من يفوز اليوم سيضع قدمه ليس فقط في دور عمانة المحترفين ولكن أيضا الاقتراب من تتويج بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. بالفعل مسقط قدم هذا الموسم مستوى جيد بقيادة المدرب السوري محمد حوالي، يعني حاول قدر المستطاع أن يكون دائما في المقدمة، ولكن أحيانا الفريق مر بمجموعة من المطبات، فقد مجموعة من النقاط المهمة التي كانت الأحوج إليها بالفعل، خاصة تعادل الأسبوع الماضي مع الرستاق 1-1 أو قبل الماضي مع الرستاق 1-1 هي من أثقلت هذا الموضوع، وكان هو الأقرب وكان يمكن يعني صعود قبل نهاية الدوري بجولتين أو ثلاث جولات، ولكن شاءت الظروف أن يمكن يحتفل في أرضه وبين جماهيره يعني غدا، خاصة عندما يواجه صلالة. صلالة أيضا مدرب يعني قصدي فريق كبير جدا يضم مجموعة من اللاعبين، وخاصة وجود اللاعب هاشم اسمه هاشم صالح صحيح، ومع أيضا مدرب أحمد الشاذلي. بالفعل كلها أصبحت حسابات موجودة، لكن مثل ما قلت هم الفريقين الأقرب الآن إلى الصعود معا إلى دوري عمانة المحترفين لكرة القدم. أعتقد التعادل سيخدمهم، ولكن إذا خسر مسقط مباراة الغد وفاز الرستاق سيكون مهمة صعبة بالفعل، خاصة أن الفريقين متبقين له ثلاث مباريات كل فريق، إذا كلها حسابات خلينا نقول متداخلة بعض الشيء، ولكن الفوز هو من يحسم الاقتراب مسقط إلى دوري عمانة المحترفين الموسم المقبل. جميل، إذا بالتوفيق لكل الفريقين في مواجهة الغد. ننتقل وياكم إلى خبر آخر. في كل موسم تؤكد سلة نادي نزوة علو كعبها محليا بعد تتويجها بلقب درعية السلة. الشبيبة حضرت تتويج نزوة والأفراح التي صاحبت ليلة التتويج، فكتبت في عنوانها: سلة نزوة تحتفل بدرع الدوري بعد مباراة استعراضية أمام السيب، حيث احتفل نادي نزوة يوم أمس بلقب دوري عام كرة السلة لموسم 2014-2015 بعد أن لعب مباراة استعراضية تحصيل حاصل أمام السيب، والتي انتهت لصالح السيب بنتيجة 79-61، حيث حسم نزوة اللقب مبكرا وقلد بالميداليات الذهبية وبدرع البطولة، فيما جاء السيب في المركز الثاني وحصل أهل سداب على المركز الثالث. وفي عالم رياضة الجولف حالة من الاهتمام في الصحافة المحلية بالمشاركة العمانية في فئتي العموم والناشئين والفتيات. الوطن تابعت فكتبت في عنوانها تقول: اليوم انطلاق خليجي الجولف للعموم والناشئين والفتيات بالكويت، حيث تنطلق اليوم منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي 19 للرجال والثانية للناشئين والأولى للفتيات، والتي تقام خلال فترة من 20 إلى 25 من الشهر الجاري بملاعب نادي صحارى للجولف بالكويت، بمشاركة نحو 60 لاعبا ولاعبة، وبمشاركة منتخبات السلطنة ودولة الإمارات والسعودية وقطر والبحرين إلى جانب الكويت المضيفة. وقد أكملت منتخبات الوطنية جاهزيتها للمشاركة في البطولة بعدما وصلت أمس الأول بعثة السلطنة للكويت، وقام لاعبو المنتخب بالتدرب على ملعب المنافسات. تتواصل جهود اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية التي تستضيفها السلطنة لنجاح فعاليات البطولة والظهور بوجه مشرف. الوطن تابعت آخر التحضيرات فكتبت في عنوانها: تواصل كافة الجهود لإنجاح استضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية، حيث تواصل السلطنة تحضيراتها لإستضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية والتي تحمل شعار عمان تبتسم، وذلك عبر اللجنة الرئيسية للبطولة برئاسة الشيخ سلطان الحوسني رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة اليد، عبر عقد الاجتماعات المتواصلة للوقوف على جاهزية استضافة البطولة وإخراجها بالصورة المثالية على ما اعتادت عليه السلطنة من حسن التنظيم والاستضافة لمختلف البطولات خلال السنوات الماضية، حيث تقام البطولة الآسيوية خلال الفترة من الأول إلى السابع من الشهر القادم على الملاعب الشاطئية بمجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة آسيوية في فئتي الرجال والسيدات. بعد طول انتظار من المشاركين في فعاليات مسابقة الأندية للإبداع الشبابية، اليوم وزارة الشؤون الرياضية تكرم الفائزين. الشبيبة تابعت آخر التحضيرات لحفل التكريم
فعنونا تقول: الشؤون الرياضية تحتفي بالفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي اليوم، حيث تحتفل وزارة الشؤون الرياضية مساء اليوم بتكريمها للفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي على مستوى السلطنة، وذلك برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بفندق جراند حياة. وهدفت وزارة الشؤون الرياضية من خلال النسخة الثانية للمسابقة إلى تحقيق أهداف معينة كالعمل على تطوير العمل الشبابي المؤسسي لتشجيع واستقطاب المجيدين والمبدعين في مختلف الأنشطة الشبابية وتنمية قدراتهم. من حمد، من المسابقات المهمة التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية تهدف إلى صقل المواهب والإبداعات الشبابية، اليوم هذا الختام، كيف ترى الختام مع هذا الحفل؟ بالتأكيد يعني أعتقد وزارة الشؤون الرياضية خلينا نقول حركت المياه الراكدة في الأندية خلال السنوات الأخيرة من خلال يعني ضخ مجموعة من البرامج الشبابية والرياضية المختلفة، ولم تعتمد فقط على الجانب الرياضي، بل العكس، هناك اجتماعي، هناك ثقافي، هناك أيضا فني، وشاهدنا مجموعة من البرامج خلال الفترة الماضية والمسابقات التي بالفعل كان حراكها كبير جدا على مستوى المحافظات ما بين الأندية ومن ثم على مستوى السلطنة المتأهلة إلى المستويات النهائية. إذا بالفعل يعني جهد مقدر وزارة الشؤون الرياضية، إذا بالفعل نفس الشيء، هناك تفاعل كبير من الأندية وحتى من الفرق الأهلية في الولايات، هناك استقطب الآلاف من أبناء السلطنة بمختلف أعمارهم السنية، بمختلف مواهبهم وميولهم المختلفة. إذا هذا هو ما نحتاجه في الأندية، لا تعتمد فقط على الجانب الرياضي فقط، ولكن يجب أن تكون هناك بالفعل يعني أنشطة مختلفة في كل نادي، باعتبار النادي أصبح هو البيت الثاني لكل شخص، يعني خلينا نقول هو دائما المرجع الأساسي من بعد البيت، لابد أن يكون هناك في شيء جديد. أتمنى أن تتوقف هذه فقط في فترة زمنية محددة، ولكن أتمنى أن تتواصل خلال يعني الفترة يعني طوال السنة. بالفعل يعني شاهدنا اليوم أعتقد في الداخلية هناك كان اجتماع مع مدير الشؤون الرياضية، اجتماع مجموعة من الموظفين، مجموعة من الأندية، يعني طلبهم ببذل المزيد من العمل والتكاتف خلال الفترة القادمة مع إعطاء هذه المسابقات أيضا الصيغة المستمرة وليس فقط العمل لفترة زمنية محددة. صحيح. تجميع مجموعة من المسابقات، إعطاء أيضا الشباب الكثير من الاهتمام، أيضا تحريك الفرق الأهلية بشكل متواصل. إذا بالفعل يعني أعتقد اليوم سيكون هو خلينا نقول حفل التتويج الذي يستحق هؤلاء الشباب والفتيات أيضا ليحققوا المراكز الأولى، وأعتقد كلمة شكر وتقدير عاجزة أمام وزارة الشؤون الرياضية ما قدمته ومضخته من برامج مختلفة في الفترة الأخيرة. جميل. ننتقل وياكم إلى آخر أخبار صحافتنا المحلية. حالة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان إقامة نهائي مسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة والتي تجمع فريقي نادي الصحم وصحار، والتي أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة الطائرة إقامتها في مسقط الوطن. التقت القائمين على الفريقين لتخرج بحالة استياء من فريق صحار لعدم إقامتها في صحار، وكذلك حالة من عدم القبول من صحم. تفاصيل أكثر نقرأها لكم من الوطن. ضجت أغلب وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين حول مكان إقامة نهائي مسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة والتي تجمع فريقي نادي صحم وصحار، والتي أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة الطائرة إقامتها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، إلا أن فريق صحار له رغبة أخرى وهي أن تتم المباراة بين الفريقين على صالة المجمع الرياضي بصحار نظرا لقرب المسافة، بالإضافة إلى رغبة الجماهير الملحة بلعب النهائي على صالة صحار لقرب المسافة. وقال أمين سر نادي صحار مانع الجابري حول مطلب الناديين بنقل المباراة من مسقط إلى صحار: بطبيعة الحال إنه من المتعارف عليه أن أي ختام لعدد من الألعاب يقام في منطقة الفريق الملاقي للآخر، وذلك يتم بالاتفاق فيما بينهم، حيث أننا وقبل فترة من الآن تحدثنا مع الاتحاد حول رغبتنا بنقل المباراة إلى صحار، وذلك لعدة اعتبارات وضعناها في حسباننا والتي تلازم أي استحقاق حتى تكون له صبغة المسابقات الكبرى والتي يتواجد بها جماهير الفريقين، وحتى نظهر في الإعلام الخارجي بمظهر يعبر عن مدى شعبية الفريقين لدى الجماهير المحلية. من جانب آخر، قال رئيس نادي صحم عادل الفارسي عن إقامة المباراة في صالة المجمع الرياضي في صحار:
لا يوجد تنسيق مسبق بين نادي صحام ونادي صحار حول موضوع نقل المباراة من مسقط إلى صحار في ختام مسابقة الدرع، إلا أن النادي فيما سبق طالب الاتحاد خلال وقت مضى أن يقام أي ختام يجمع أي فريقين من شمال الباطنة أم تقام مبارياته في شمال الباطنة، ولكن لم تحدد المسابقة أو وقتها في مطلبنا. إذن تابعنا هذا تقرير من صحيفة عمان. الغريب الموضوع عن فريقين من شمال الباطنة ولكن المباراة تقام في مسقط، ما هي التوجهات التي بنت عليها وزارة الشؤون الرياضية حتى تلعب هذه المباراة من في مسقط؟ شوف أعتقد سعيد تجارب كانت سابقة أعتقد لنهاية الكرة الطائرة سبق ومقيم في مجمع رياضي بصحار، وأعتقد الجماهير الكبيرة اللي حضرت لتؤازر الفريقين كانت بالفعل حضرت بكثافة جدا كبيرة، وحتى يعني الدلائل كانت بين العدد اللي خارج الصالة أو خارج الصالة نعم في المدرجات كان أكثر عن الموجود داخل الصالة، إذن بالفعل قد تكون أول شيء الصالة غير كافية لاستيعاب العدد الكبير في هذه المباراة. إذن حين دائما توقع عندما تكون مباراة مثيرة ما بين صحار وصحم ليس في الكرة الطائرة، حتى بعدها في الآخر مرة في الدور العام كرة القدم أعتقد شاهدنا المجمع صحار كيف امتلأ يعني بالجماهير الكبيرة، إذن بالفعل الفريقين يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، وأعتقد الحضور الكثيف هو من يستدعي نقل هذه المباراة إلى محافظة مسقط باعتبار قد تكون الصالة في محافظة مسقط أكبر عن مجمع صحار الرياضي، ولكن يعني خلينا نقول ناخذ باعتبارات أخرى باعتبار الفريقين من 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 الباطنة الأقرب إليهم مجمع رياضي بصحار يجب أن تكون هناك أيضا بالفعل لها اعتبارات في هذا الجانب باعتبار المسافة أكثر من 200 كيلو متر من موقع الناديين إلى محافظة مسقط، لها أيضا لها أهمية في هذا الجانب والعمل قدر المستطاع على إقامة المباراة في مجمع صحار، ولكن قد تكون لدى اتحاد الكرة الطائرة ووزارة الشؤون الرياضية رؤية أخرى قد يكون إحنا لا نعلمها. إذن بالفعل يحتاج إلى اجتماع مثلا تنسيق ما بين الطرفين ما بين صحار وصحم مع وجود اتحاد الكرة الطائرة ووزارة الشؤون الرياضية للخروج خلينا نقول بشيء يتوافق مع الأطراف المعنية، لا يكون هناك أيضا يعني خلينا نقول الأخذ في رأي جانب آخر باعتبار صحار يريد يلعب في صحار مجمع صحار وصحم يريد يلعب مجمع بوشر وكلها طبعا في اختلافات في الرأي، لكن لا بد أن يكون هناك اجتماع يعني خلينا نقول يعني يقر وجهة نظر ما بين الأطراف المعنية ويخرج بتوافق ما بين الجميع. جميل، إذن بهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا في الصحافة المحلية، بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العربية، ابقوا معنا. كرة القدم تقود الرياضة العمانية إما إلى الأمام أو المنتخب حاليا يعتمد على الدوري وليس على المحترفين. نحن هنا في الدكة نقول آراؤنا. الجمعية العمومية هي صاحبة القرار، إما نعم وإما لا. مستوى اللاعب العماني هو الذي يحدد إما أن نكون أو لا نكون. تابعونا في الدكة ساعتان من إثارة الخبر وحرية الرأي. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وطاب مساءكم بكل خير، ننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العربية والتي نبدأها من السعودية وبالتحديد من الأفراح الزرقاء والخضراء ببلوغ الهلال والأهلي للدور القادم من دوري أبطال آسيا. الاقتصادية تابعت تألق ممثلي السعودية في عنوان قالت فيه إقلاع الهلال والأهلي، ففيما ضمن الأهلي بلوغ الدور الثاني من دوري أبطال آسيا وهو متصدرا لمجموعته الرابعة، سيكون لقاء الهلال والسد القطري في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة موعدا لفك الارتباط بعد أن ضمن التأهل لتحديد المتصدر ووصيفه، وكان الأهلي قد حول تأخره مع شقيقه الإماراتي بهدف إلى فوز ثمين بهدفين، فيما عاد الهلال من طشقند بنقاط لوكوموتيف الأوزبكي إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف، وتغلب السد على فولاد خوزستان الإيراني بهدف نظيف. إذن تألق للأندية السعودية في هذه البطولة أمر طبيعي، تأهل الهلال السعودي والأهلي في هذه البطولة في انتظار أيضا النصر في مساء هذا اليوم. أعتقد سعيد الفترة الماضية التي تابعناها مشاركة الفريقين أو الفرق الأندية السعودية في أبطال آسيا
كانت واضحة من خلال النتائج التي حققوها الفرق الثلاثة في هذه البطولة، وكانت بالفعل يعني تعطي المؤشر الإيجابي على أنهم سيكونوا في المرحلة القادمة. النتائج كانت بالفعل كلها تحقيق انتصارات، خاصة معظم المباريات التي لعبت داخل السعودية، أيضا العودة بنقاط مهمة جدا من خارج الديار. إذا كانت مؤشر إيجابي بأن تكون الأندية السعودية يعني حاضرة بكل قوة في هذه البطولة. إذا الأهلي يعتقد والنصر كانوا هم الأقرب لبلوغ النهائي، وخاصة باعتبار يعني بلوغ المرحلة القادمة وحتى النهائي، باعتبار النصر تصدر الدوري الآن في السعودية، الأهلي المركز الثاني أيضا، والنصر أيضا يلاحق يعني قصدي، والهلال أيضا حتى الآن ينتظر يعني ينتظر مباراة مهمة جدا. إذا بالفعل أصبحت الأندية السعودية تمثل علامة فارقة في هذه البطولة، وهي تستحق أن تكون في هذه المرحلة واصلة إلى أدوار خلينا نقول النهائية وقبل النهائية في البطولة الكرة الآسيوية. جميل. شهدت مباراة الأهلي السعودي وشقيقه الأهلي الإماراتية الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، خصوصا بعد طرد لاعب الفرسان ماجد حسن. المدينة تابعت إسقاط البطاقة وتأكيد فوز الأهلي في عنوان كتبت فيه: إلغاء حمراء ماجد واعتماد فوز الأهلي، حيث أخطأ حكم مباراة الأهلي وضيفه الأهلي الإماراتي أمس القطري عبد الله البلوشي عندما طرد لاعب الضيوف ماجد حسن بإنذار ثاني على مخالفة ارتكبها زميله إيفرتون ضد البرازيل برونس زار نجم الأهلي، ليشهر في وجهه البطاقة الصفراء الثانية ويطرده وسط اعتراضات كبيرة من الفريق الإماراتي ومدربه. وعاد خطأ البلوشي إلى الأذهان خطأ الحكم الإنجليزي أندري مارينز خلال مباراة تشيلسي وأرسنال في البريميرليج الموسم الماضي عندما طرد مدافع الأخير كيران جيبس بدلا من زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين والذي أبعد تسديدة مهاجم البلوز إيدن هازارد بيده من على خط المرمى. ترقب كبير لما سيكون من النصر الليلة في مغامرته الأوزبكية في رحلة نفض غبار خسارته في الجولة الماضية في إيران. الرياضة تابعت المهمة الأوزبكية للنصر في عنوان قالت فيه: ترقب سعودي لإشراقة شمس النصر في أوزبكستان، حيث يدخل ممثلا الكرة السعودية النصر وشباب اختبارين حقيقيين اليوم في مشوارهما في دوري أبطال آسيا 2015، حين يذهب النصر إلى أوزبكستان لمواجهة بندوكيور، فيما يلعب الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض مع العين الإماراتي. وتبدو مهمة النصر ليست بسهلة عندما يلاقي بندوكيور في طشقند وفي رصيده 5 نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع الفريق الأوزبكي بالمركز الأخير بنقطة واحدة فقط، والفوز سيعزز فرصة وصول النصر إلى الدور المقبل. محرر صحيفة الجزيرة وضمن عموده فواصل رصد أبرز ما يدور في الكرة السعودية وملاعبها من خلال مجموعة من الوقفات على أهم المحطات والقضايا. نتعرف على أهم وقفاته اليوم من خلال هذه القراءة. استحق فريق القادسية والوحدة الصعود للدرجة الممتازة والوجود في دوري جميل المحترفين بعد أن بذل جهدا كبيرا إداريا وفنيا وماليا، وقدم اللاعبون المهر الذي أهلهم لهذا الإنجاز، ويتمنى الجميع أن يكون هذا الصعود بلا عودة للفريقين العريقين. كفاءة سمو الأمير خالد بن سعد وخبرته وتجربته لا يمكن التقليل منها، ولا كذلك حبه وإخلاصه وانتمائه للنادي، فهو يعتبر أحد مؤسسي الشباب الجديد وصانعي أمجاده، وما يحدث للفريق الكروي حاليا لا يمكن إلصاقه بسموه، فالفريق يمر بمرحلة انعدام ووزن ويحتاج إلى وقت لمعالجتها وصبر وعدم استعجال. إدارات بعض الأندية المهددة فرقها الكروية بالهبوط بدأت برصد مكافآت سخية للاعبيها إذا استطاعوا تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة وإنقاذ الفريق من المصير المجهول. هذه المكافآت السخية لم يكن اللاعبون ليحصلوا عليها لو أن فرقهم ضمنت البقاء منذ وقت مبكر، وبالتالي فإن التهديد بالهبوط عاد بخير على اللاعبين أكثر من وجود فرقهم في المنطقة الدافئة الآمنة. أكثر المباريات التي حصل فيها على النقاط كاملة بفعل الأخطاء التحكيمية كانت أمام فرق صغيرة. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام من السعودية إلى الإمارات. فرقة البنفسجة نادي العين في مهمة لن تكون سهلة في العاصمة السعودية الرياض، حين يحل في ضيافة نادي الشباب في رحلة تأكيد التأهل للدور القادم. الرؤية تابعت تحضيرات العين في عنوان قالت فيه: الزعيم يبحث عن ثمن النهائي من بوابة الشباب،
حيث تطلع العين إلى استعادة زعامة المجموعة الثانية ومتابعة نتائجه القوية في البطولة الآسيوية خارج ملعبه، سعيا لتعزيز حظوظه أو التأهل الرسمي إلى دور 16 من المسابقة الأقوى على مستوى القارة، عندما يحل ضيفا على الشباب السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا لمرحلة المجموعات. إذن مهمة كبيرة تنتظر العين، خاصة بعد تراجع حظوظ الأهلي في التأهل للدور القادم، وبالتالي تصب الآن الأنظار للعين الإماراتي. بالتأكيد أعتقد الجميع يعني يأمل أن يحقق العين ما عجز عنه الأهلي، بالفعل يعني خلينا نقول مهمة وطنية للعين بأن يحمل يعني خلينا راية الإمارات الكروية في هذه البطولة. وأعتقد العين ليس بغريب عن بطولة يعني آسيا، سبق وأن حقق فيها اللقب وكان أيضا الأقرب للمنافسة على المراكز المتقدمة. المهم بالفعل كبيرة جدا يعني خاصة ما يلعب الفريق خارج الديار، لا يعرف ما هو المصير المجهول المترقب للفريق، باعتبار الفريق الضيف دائما يحاول قدر المستطاع أن لا يفقد أي نقطة سواء كان بالتعادل أو الخسارة. وأعتقد الأندية السعودية مباشرة من قبل أصبحت مهيئة نفسها لهذه الظروف وأيضا جاهزة لأي فريق قادم. إذا مهمة العين بالفعل كبيرة جدا، ولكن دائما قد تكون العوامل النفسية أحيانا تساعد الفريق الضيف بأن يقدم أكثر من المستضيف، باعتبار المستضيف دائما يكون تحت ضغوطات كثيرة مطالب بالفوز بتحقيق يعني الانتصار من الشوط الأول، وقد تكون هناك مجموعة من الأخطاء يقع فيها اللاعبين يستغلها الفريق الآخر. إذا بالفعل مهمة الفريقين صعبة جدا، ولكن أصعب جدا لفريق العين، وأعتقد إذا ما لعب يعني خلينا نقول بشيء من الهدوء والتكتيك الفني المعروف سيكون الفوز من نصيبه في هذه المباراة. جميل، ننتقل وإياكم من الأجواء الآسيوية إلى الأجواء الخليجية. النصر حامل لقب البطولة الخليجية يجد صعوبة في مواصلة المشوار أمام التعاون ليلجأ لركلات الترجيح لتأكيد العبور. الخليج تابعت وكتبت في عنوانها: النصر يتأهل إلى نصف النهائي الخليجية بركلات الترجيح، حيث تأهل النصر إلى نصف نهائي بطولة الأندية الخليجية 30 بعد فوزه على ضيفه التعاون السعودي 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما أمس على الساد آل مكتوم لحساب ربع نهائي هذه البطولة. في وقت يرى دحبور مدرب السيب أنه سيقاتل من أجل مواصلة الحلم الخليجي، الصحافة الكويتية تشد من أزر الجهراء لبلوغ الدور القادم من البطولة. القبس حضرت تحضيرات الجهراء في عنوان قالت فيه: الجهراء عينه على المربع الذهبي، حيث يأمل الجهراء أن تكون ليلى جواز مروره إلى المربع الذهبي من بطولة الأندية الخليجية 30 لكرة القدم عندما يستضيف السيب العماني على استاد مبارك العيار في دور الثمانية. واحتل الجهراء المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 70 نقاط متقدما على الرفاع الشرقي والفيصلي السعودي، فيما احتل السيب المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف الشباب الإماراتي والعربي القطري. يبدو أن فضائح اتحاد كرة القدم الكويتي تتواصل، فما يلبث يخرج من نفق مظلم يدخل في آخر. فقبل انتهاء الموسم بشهر تقريبا أرسل سكرتير عام الاتحاد الكويتي سهو السهو بكتاب إلى أمناء سر الأندية. ما هو سر هذا الخطاب وكيف كانت قراءة صحيفة الرأي لهذا الخطاب؟ تفاصيل أكثر نقراها لكم من الرأي. لم ينتهي اتحاد كرة القدم من المشكلة التي أثارها بنفسه لجهة تحديد موعد نهائي كأس سمو أمير البلاد بين القادسية والسالمية، حتى أتحف الأندية بكتاب مثير للدهشة والتساؤل ويعزز من الشبهات التي تحيط بمجلس إدارته والعاملين فيه، وتؤكد ما يثار عن أنه يعمل لمصلحة ناد أو أندية بعينها على حساب أخرى. وشهد الموسم الحالي سيطرة مطلقة لنادي الكويت على ألقاب الدوري للمراحل السنية كافة، وذلك على حساب القادسية الذي لم يسبق أن خلت خزانته منها عبر تاريخه الطويل. لذلك قام الاتحاد بتحرك مشبوه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فقبل انتهاء الموسم بشهر تقريبا أرسل السكرتير عام الاتحاد الكويتي سهو السهو بكتاب إلى أمناء سر الأندية مؤرخا في 20 إبريل الجاري، غير أنه وصل أمس الثلاثاء، يفيد فيه بأن مجلس الإدارة وبناء على رغبة غالبية الأندية قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 15 من إبريل تعديل نص المادة 28 من لائحة المسابقات ليصبح مسموحا إشراك لاعب من فئة سنية معينة ضمن مسابقات فئة سنية أعلى في مسابقة
مسابقات المراحل السنية والناشئين، وذلك في أي عدد من المباريات دون التقيد بعدد محدد كما كان معمولا به وفق النص القديم. وهكذا يكون الاتحاد قد ضرب أساس المنافسة الشريفة في مقتل، وفتح الباب على مصراعيه لمشاركة اللاعب في أي عدد من المباريات في الفئات السنية الأعلى ضمن المسابقات المتبقية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن السر في اتخاذ هكذا قرار في هذا التوقيت من الموسم، ويجعل الاحتمال ممكنا بأنه أقدم على هذه الخطوة من أجل تعزيز مكانة أحد الأندية للفوز ولو بأحد الألقاب المتبقية حفاظا على ماء الوجه، في حين كان ذلك ممنوعا على الأندية منذ بداية الموسم. هذه الخطوة تقتل مبادئ تكافؤ الفرص بين الأندية وتهدد النزاهة التي يفترض أن تجرى المنافسات على أساسها. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى قطر. أفراح كبيرة عمت عناوين الصحافة القطرية بعد الفوز الذي حققه نادي السد على حساب فولاذ الإيراني، والذي منحه بطاقة العبور للدور 16 من بطولة القارية الكبيرة. الوطن رصد التأهل في عنوان كتبت فيه: الزعيم يضرب في الصميم، حيث تأهل الزعيم السداوي إلى الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، وشارك الهلال السعودي الصدارة للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بعد فوزه الثمين على فولاذ الإيراني بهدف وحيد. وجاء فوز السد بعد أن تفوق بكل شيء على غريمه فولاذ، إلا أنه عانى كثيرا من إهدار الفرص السهلة التي سنحت للاعبيه، ومن أوضاع جيدة كان يمكن أن يضع حدا لنهاية فولاذ وصهره مبكرا والقضاء على أي بصيص أمل كان يفكر فيه أو يفكر به، حيث أن الفوز وحده يبقي ذلك الأمل. إذا كان السد قد أنهى المهمة بنجاح بالرغم من أنه لم يحسم أمر الصدارة بعد، إلا أن الأخوية يقاتل من أجل إحياء آماله في التأهل. الراية تابعت المهمة الصعبة للأخوية أمام بيروزي، فعنونت تقول: الأخوية يبحث عن الفوز الآسيوي الثالث في مواجهة بيروزي المتصدر، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخوية اختبارا آسيويا جادا وقويا عندما يصطدم بفريق بيروز الإيراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، بحثا عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي والقفز إلى صدارة هذه المجموعة. المباراة التي تقام على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الأخوية تتوافر فيها كل مقومات الإثارة نظرا لأهمية القصوى التي تحظى بها، فضلا على أنها تجمع بين فريقين يتواجدان في الصدارة. الكاتب عبد الله بن نوفل وضمن عموده بالصحيفة الأيام البحرينية طرح قضية تؤرق الشارع الرياضي في البحرين، وخاصة نجوم الكرة البحرينية السابقين، ألا وهي عدم وجود اللاعبون السابقون في العمل الميداني الكروي. تفاصيل ما جاد به بونوفل نقرأها لكم من الأيام. لا أكون مبالغا إذا ما قلت أننا الوحيدون في خليجنا العربي الذين لا يتواجد اللاعبون السابقون في العمل الميداني الكروي. هنا لابد من وقفة جادة حول هذا الموضوع لمعرفة الأسباب التي جعلتنا اليوم نفتقد وجود الكثير من اللاعبين السابقين، خاصة المخضرمين والمميزين منهم. يجب أن نخوض في هذا الموضوع لما له من أهمية كبيرة في النهوض بكرة القدم البحرينية. ربما يكون أهم الأسئلة حول هذا الموضوع هل القصور في اللاعبين السابقين وعدم مواكبتهم للرياضة وبالتحديد كرة القدم، أم هناك أسباب أخرى مثل عدم ثقة المسؤولين فيهم، أم أنه أصبح لديهم ردة فعل بسبب عدم الاهتمام بهم عندما كانوا لاعبين. كلها أسباب جوهرية ومن الممكن أن نطرحها اليوم للوسط الرياضي من أجل أن الجميع يشارك معنا برأيه لكي نتوصل لحقيقة حول ذلك الموضوع. فهل يعقل لا يوجد اليوم لاعبين بارزين يديرون كرة القدم من خلال اللجان وبعض المناصب الإدارية في الوقت الذي نرى في جميع دول الجوار تعتمد على أبناء اللعبة الشرعيين؟ هل نحن عجزنا عن فك ذلك اللوز؟ أقول وللمرة المليون اعتمدوا على الأبناء الشرعيين واتركوا عنكم من ينافقكم، فهو في وقت الامتحان لا يخدمكم ولا يخدم الوطن. وللحديث بقية طالما في العمر بقية. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى جولة في الصحافة العالمية، والتي نبدأها من ألمانيا التي شهدت تأهل النادي البافاري بايرن ميونخ على حساب بورتو البرتغالي بعد أن قلب الطاولة على مضيفه بيلد تابعت، فعنونت تقول: انفجار بافاري، حيث ذكرت بيلد أن ما حدث في أليانز أرينا أشبه بانفجار،
راح ضحيته نادي بورتو البرتغالي الذي تلقت شباكه 6 أهداف لهدف وحيد، وتمكن بايرن ميونخ من التأهل إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا. بهذا الفوز تمكن الفريق الألماني من تدارك هزيمته في لقاء الذهاب بثلاثية لهدف، وظهر تأثر المدرب بيب غوارديولا من خلال انفعالاته التي رصدتها وسائل الإعلام المختلفة، وشهد ملعب اللقاء احتفالات كبيرة لجماهير النادي البافاري. إذن تأهل بالأمس لبايرن ميونخ أيضا لبرشلونة على حساب باريس سان جيرمان. بايرن دائما ما تكون هكذا حالة التعادل مع شختار، وفي مباراة الإياب فاز بـ7، بالأمس أيضا يتفوق على بورتو بـ6 أهداف. هكذا هي دائما الكرة الألمانية، يعني أعتقد الكرة الألمانية معروفة سواء على مستوى المنتخبات أو على المستوى الأندية، وما قدم يوم أمس يعني البايرن أعتقد يعطي مؤشر إيجابي بأن الكرة الألمانية لا زالت في عطائها، في قدرتها على يعني قلب الطاولة على أي فريق كان. أعتقد الخسارة تلقاها من بورتو البرتغالي 3-0 في أرضه وبين جمهوره ما كان حيتوقع أن تأتي النتيجة 6-1 في هذه المباراة، لكن أثبت جوارديولا بأنه مدرب كبير جدا، خبرته الواسعة في الجانب التدريبي وأيضا قراءته صحيح للمباراة. أعتقد ما كان متشائم في هذه المباراة، بالعكس كان متفائل بأن يحقق النتيجة الإيجابية، وهذا ما ظهر عليه من بداية المباراة. شاهدنا المباراة تبعناها، كان بالفعل يعني مدرب كان متزن في حتى في تكتيكاته الفنية، في قدرته على أيضا التعامل مع المباراة. ما كان يتوقع البعض بأن سيتصل النتيجة إلى 6-1 يعني صحيح. بالعكس يعني حاول قدر المستطاع أن ينهي الشوط الأول 5-0. إذا بالفعل هنا كان المدرب لها دور تأثير جدا، وضع الثقة في اللاعبين، أعطاهم وحمسهم لتقديم المستوى الأفضل. هذا ما نحتاجه احنا كمنتخبات الوطنيه في السلطنه، نحتاج لمدرب اعتقد من قدره جوارديولا سيمون، هذه هم المدربين العالميين ليعطوك ايضا مؤشر ايجابي على قدره يعني اللاعب في العوده مجددا وتناسي المباراه الماضيه سواء كان بالخساره او بالتعادل. اذا بالفعل كان فوز مستحق 6-1. جميل. ننتقل واياكم مشاهدينا الكرام الى اسبانيا لحديث هناك الا عن الصراع بين قطبي العاصمه مدريد ريال مدريد واتلتيكو مدريد، فاياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد أن فرض التعادل السلبي نفسه في لقاء الذهاب. ماركا تابعت فكتبت في عنوانها: الجائزة في الأعلى، حيث ذكرت ماركا بأن الفريق الملكي يستقبل على ملعبه البرنابيو جاره أتلتيكو مدريد في ياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة لن تقبل القسمة على 2، خاصة أن الفائز فيها هو من سيتأهل لنصف النهائي، حيث أظهرت الصحيفة لاعبي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وأردا توران لاعب الأتلتيكو وهما يهمان بالصعود على الدرج المؤدي لملعب البرنابيو، مشيرة إلى أن التأهل سيكون في الأعلى في إشارة للمستطيل الأخضر. وفي إيطاليا تفاؤل كبير في الصحافة الإيطالية ببلوغ ممثل إيطاليا نادي يوفنتوس لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب موناكو الفرنسي، عطفا على نتيجة مباراة الإياب أو مباراة الذهاب. لاجازيتا ديل سبورت تابعت تصريح المدرب أليجري فعنونت على لسانه تقول: يوفنتوس موطني وطموحنا لا بلا حدود، حيث ذكرت لاجازيتا بأن يوفنتوس سيقف أمام فرصة ذهبية لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 12 عاما عندما يحل ضيفا على موناكو في إياب ربع نهائي البطولة بعد أن أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد. وبدأ مدرب الفريق أليجري متفائل ببلوغ نصف النهائي، مؤكدا أنه يشعر بأن نادي يوفنتوس وطنه وأن أحلامه وتطلعاته مع اليوفي لا حدود له. إذن حمل مباراة مهمتان، أتلتيكو مدريد في مقابلة ريال مدريد، وكذلك يوفنتوس يطمح في بلوغ نصف النهائي منذ 12 عاما على حساب موناكو الفرنسي. شوف أعتقد اليوم المباراة ستكون هي المحك الأساسي ل يعني أندية إسبانيا خاصة ريال مدريد أتلتيكو مدريد يعني ولكن سبق وأن قلنا أصبح الآن أتلتيكو مدريد هو العقدة لريال مدريد خلال الفترة الماضية. 5 مباريات فيها 4 هزائم للريال، تعادل 1، والأكبر من ذلك بأنه سيلعب هذه المباراة اليوم وهو منقوص العدد من خلال إصابات بيلو مع مجموعة من اللاعبين، ولكن أيضا تعتبر هي أيضا خلينا نقول الرسالة الموجهة على أن الأندية الإسبانية دائما عندما تكون في هذه المواقف الصعبة تأتيك بالنتائج الأفضل، ويعني يأمل الجميع أن نكسر حاجز النحس يعني خلينا نقول يعني علامة ريال مدريد خلال الفترة الماضية. إذا المباراة عشان الوقت يوفنتوس، نعم يوفنتوس أعتقد من المنتخبات الكبيرة على مستوى أوروبا، وأعتقد هو فرصته الأكبر عندما يلاقي موناكو الفرنسي اليوم، هو مؤهل بالفوز تحقيق الانتصار ولن يكون بعيد عن الدور القادم أو المربع الذهبي. جميل. نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحيفة الجزيرة السعودية.
إذن بهذا الكاريكاتير وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر للصحفي بجرية عمان حمد الريام. شكرا لك حمد. شكرا سيد. نلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا خلال هذه الساعة. نلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل. في أمان الله.